الحين انا بتحكي في اشياء شفتها بالفتره اللي طافت يعني انا بسال سؤال الحين انا عشان لا احد يقول لي والله على مزاجيتك وعلى كيفك وعلى مشتاقاتك لا السالفه مو كذي انا لما ادافع عن شخص حتى لو هو عدوي بس الناس تبطل ان تفكر معي الناس كلها على بالها شخصنة انا ما شخص احد انا عندي الشخص هذا صاحب حق او مو صاحب حق هذا اللي يفرق معي سالفة إن صديق عدو خلاف هذا شيء ثاني شنو اللي صار اللي صار إن الدنيا قامت على إن هي شعيبي لما راحت في تكريم الأنباء وقابلت محمد السنعوسي وإعلامينا الكبير وأبونا الروحي نقول وهي كرمت فإعلامينا الكبير محمد سنعوسي عطاها التكريم هي باستة يعني كبروا بوها كبروا بوها ليش دائما ان يعني ان الناس تاخذها سوء النية والظن وعيب وما يجوز وما يش... كبروا ترى مو كبر احمد عز كبروا بوها يعني عيب هذا ترى فكرة من الحشيمة والاحترام ان انت تبوس راس احد او انك تقدره او هذا مو عيب مو عيب يا اخي ما احنا عارفين لكم يوم نسحب ام يعني اذا الشخص شاف واحد كبير مقاما وما سلم عليه قلتوا عنه قليل ادب حبوا راسه قلتوا لا لا يجوز يعني والله العظيم دخنا راسنا ما حد فاهم شيء يعني انتم ايش تبون؟ انتم تبون توصلون حق نتيجه واحده ان الفن شيء وسخ وشوفوا شلون لا حرمه ولا اه باي احقيه هذا مو رجل اجنبي اجنبي بس اوكي اجنبي بس هو رياك كبر يعني ما ادري الناس تشيل خاطرها ضغينة مو طبيعيه والله ولا تقولوا لي على كيفك وهي شعيبي انا ويا هي شعيبي من 2014 احنا علاقتنا وما بتصالح ولا راح تصالح بس انا تعودت كذي الحق اتكلم فيه نفس تذكرون لما اختلفت مع باسم عبد الامير ولما لفت عليه شجون وغلطت عليه انا كنت بعدنا ما تصالحنا وانا وقفت مع باسم تكلمت ها ما قلت انا ويام متهاوشين ودشينا محاكم لا الحق حق بس الناس تبع الكيف والمشتهى الناس ايه لو ما ادري منو لو فلانه لو علانه لو عشان راضيه عليها راضيه عليها شنو بتس يعني شنو شنو بتسوي لي وانا شنو بسوي لها ما ادري في ناس تفكير جدا سيء